ماشي الكلام. انا اهم حاجه نعمل يا شباب بولاد، كان هنا في بولاد فاضيه كتير. طبعا كله راح. اوكي ماشي تمام، خليني اعمل حاجه حلوه. انا حابب اعمل كله فريش، وعندي ارنسايه عايز بصراحه اشتغل بيها، هي فريش كمان، فحابب ان انا ممكن اوظفها وتطلع معايا فروت سلطات لطيف جدا وبسيط، وممكن مانجايه كمان. انا عندي هنا زي ما حضراتكم شايفين عندي عصير مانجا، عندي عصير فراوله، عندي دي كانتالوب، عندي كيوايه، عندي خوخ، تفاح، عصير برتقال فريش، وعندي عسل نحل، وعندي موز. هبدا اعمل الرنسايه الحلوه دي، اقدر اوظفها في ايه؟ هدخلها عندي في طبعا في الفروت سلطات. وتعالوا بالمره نقطعها مع بعض عشان نعرف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله. اول حاجه بعمل كده وباجي الناحيه الثانيه، بعمل كده وباجي بالراحه بسن السكينه، ده ابدا اعمل كده، ما طلعش كتير من الباينابل بتاعتي او المسان اللي قدامي عشان ما بقاش يعني اخدت حاجه زياده عن اللزوم منها. واه بمشي بالراحه واحده واحده، وممكن لو انا عايز امشيها كده بايدي برضه سهله، حسب كل واحد تقطيع طعمه ازاي، بس انا شايف ان المقطعه بتبقى اسهل وتعرف انك انت تمشي ورا كل حاجه. اهو كده كده، واجي في الاخر ممكن اعمل كده بقى، كانت الصغننه دي هشيلها برضو واحده واحده. وبكده يكون الامور بقت تمام التمام، عندي حاجه اشيل فيها حاجتي كلها، وبعد كده ارجع تاني امسك من هنا. حضراتكم شايفين نص الباينابل او النسايه، باجي اعمل كده وراح اقلبها الناحيه التانيه واخد النص بتاعها واروح عامل كده، وراجع هنا جاي عندي في النص بتاعها واروح عامل كده، وجاي اعمل كده في النص بتاعها واروح عامل كده. دي انشف قطعه، اركنها كده وامسك دول كده وابدا اقطع كده. تمام سهله. واجي هنا اروح مقطع كده، اروح عامل كده، بمنتهى البساطه اصبح ان انا استفدت بالاناناسيه كلها، ومفيش حاجه افتقدتها غير بس قلب الاناناسيه اللي هو بيبقى ناشف شويه، عامل زي تحس ان هو ده بيبقى ماسك شويه، بيبقى عامل زي الجزرايه، بيبقى ناشف شويه، حاسس فيه الياف كتير، اما الباقي طبعا كله سكر جدا، بيبقى طعمه جميل جدا وبسيط. لحد كده احنا تمام. عايز بقى ايه؟ تمام ماشي، لقينا بولة تمام. عايز اعمل صوص حلو، الصوص اللي هيبقى في قلب العصير اللي في قلب الفروت سلطات هيبقى عصير فراوله، وعندي كمان عصير مانجو، وعندي كمان الباينابل ده احط كله جواه يتنقع جواه كده شويه على ما اخلص بقيه الحاجات بتاعتي كده. اجيب عندي الكيوي ابدا اضيفها عندي معاهم، واجيب عندي الكانتالوب، اناناس، كيوي، كانتالوب، خوخ لو متوفر، كل حاجه حاجه، يعني مش شرط اكون جايب من كل حاجه كيلو على فكره، يعني انا ممكن اعمل فروت سلطات ده كله على بعضه، اقف عند الفكهاني انقي حاجه 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 والباقي كله انا برجع البيت بعمل عايز اعمله، هو مش شرط عليا ان احط كل الكميات كلها. تفاح، انا شايف ان التفاح احط واحده صفراء واحده حمراء عادي جدا، الشط برضو الخضرة، لان الخضرة بتبقى ساعات ميزز، انا عارف مش كله بيحبها، انا صريح معاكم جدا، اما الحمرة دي ساعات مسكرة وبتبقى لطيفة. وانا بشتغل كده عينيا في القلب، بص الحاجات دي مهمة جدا. وبعد كده اعمل كده، خلاص دي عشان فيها حتة كده، ايوه، والباقي كله تمام. اصبح ان انا، معلش انا بحب اتكلم في التفاصيل دي جدا وبحب اكون واضح، ده اللي طلع من الاناناسيه هو لا يصلح الاكل، وده اللي طلع من التفاحيه هو لا يصلح الاكل. اي خضار اي فاكهه اهتم كويس قوي بعدم التهدير او الهدر في رمي الحاجات اللي دي. طبعا انا عارف ان كله بيعمل كده ودي نعمه كبيره، انا عارف ده كويس، بس بحب اوضح لحبايبنا اللي مش عندهم خبره بالتقطيعات، ممكن نركز شويه ونسيرش اي شيف يعجبك، اي فيديو يعجبك، كيفيه تقطيع الخضار، كيفيه تقطيع الاناناس، هتوفر على حضرتك او حضرتك كتير جدا مما تمسك الحاجه تقشرها بقشرها، او تاكل حاجه مش عاجباك، او تبقى حاجه بايظه وانت اشتريتها، او حاجه ما كانتش صالحه اصلا للموضوع وحضرتك استغلتها. ده كله احنا لازم نشور بعض، حتى
بقول لحضرتك من اول الكلام، ممكن تشوف اي حد حتى لو مش عندي هتلاقي كتير جدا حتى في كل حته في الدنيا كيفيه تقطيع كذا، تقشير كذا، تخزين كذا، كل الحاجات دي مهمه جدا 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 جدا. المانجو دي والله شكلها حلو، ممكن اوظفها برده معانا. هعمل كده هنا بقى الموضوع بيختلف، وهجيب عندي معلقه الاول اقلب الفروت سلطه اللي انا عايز اغرفه نفس البوله الحلوه دي. تمام، اقلب كده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ العصير طبعا لما يعني اندمجوا مع بعض المانجا وال الفراوله في ريحه حلوه جدا من الخضار. يا سلام لو كان عندي ورق نعناع، صدقوني يا جماعه الطبق ده مفيد جدا جدا جدا، من الصغير للكبير ياكل بالهنا والشفا كده. تمام التمام. ايه حكايه المانجا بقى؟ الحته حلوه برضو يا كمان، هعمل حركه مانجا برضو اسمع علاوي ملهاش كلام، هعملها كده. تمام، ودي كمان هعمل كده. هيجي اروح عامل دي كده كده كده. شوف بقى عصير المانجا نازل ازاي. مش عايز ابوظ الدنيا عشان الموضوع هنا هيبقى حساس شويه، ممكن بعض الناس تحب ده او ما تحبوش، مش عايز افور، بس احنا كده تمام التمام. وشايف ان الموز كمان ممكن ناخد موزايه واحده. لو ورق نعناع بقى يخلي الطبق ده في حته تانيه خالص، بيدي ريحه حلوه جدا جدا كمان. وبكده يكون الموضوع خلصان بس كده. بس فروت سلطه طبعا كان نفسي اجرنشه اكتر من كده، بس انا طبعا انا تمام راضي وزي الفل الحمد لله. كده احنا تمام التمام، وده اخر حاجه لحضراتكم. طبق فروت سلطه يكون ملائم بالجو اللي احنا فيه، يكون برده لطيف مع الساندوتش اللي عندنا. انا اعتقد امورنا النهارده كانت سهله جدا، اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ان شاء الله اشوفكم في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.